او الشفاعه، انه احنا مذنبين نروح للائمه حتى يشفعون يوم القيامه. لا، ما يحتاج تروح للائمه حتى، هم الائمه يمكن يحتاجون مسؤولون عن الله كما يقول الامام الصادق ومحاسبون، او مثل الكنيسه لازم تروح عند الكاهن حتى يغفر لك. لا، انا اقول تستغفر مباشره، اطلب المغفره من الله، الله يغفر لك ذنوبك، فما يحتاج واحد يشفع لك. على اي حال، احنا نرفض التكفير اللي يقوم به الوهابيين، تكفير الامه الاسلاميه كلها، وبعد ما يبقى احد مسلم، وحتى هم الوهابيه واحد يمكن يكفر الثاني بعدين، بعدين شو يسوي يعني؟ كانه لا يوجد لا اسلام ولا مسلمين. فلا نقول بذلك، نقول هو فعلا يعني في الرياء شرك، ولكن اذا واحد سوى رياء او رأى يعني انه كفر بالله تعالى، عمل خاطئ وهذا محرم. وهناك درجات، ومنها التوسل بالائمه والاولياء وكذا، هذا ايضا نوع من الشرك. اذا اعتقد الانسان هم راحوا يشافوه ويعالجوه كذا، الله سبحانه وتعالى توجه الى الله، وحد الله تعالى، وحد الله تعالى بالدعاء له، من اعمال التوحيد، مو فقط تصلي الى الله، انت اياك نعبد واياك نستعين. شوف الايه القرانيه ليش اكررها كذا مره باليوم، نقرا القران اذا كنا ملتفتين لهذه الايه ونقراها، ويجب ان نقرا الفاتحه في كل صلاه مرتين على الاقل. فاياك نعبد واياك نستعين، اياك يعني شنو؟ يعني فقط انت بيك نستعين، ما نستغيث لا بالامام المهدي ولا بالائمه ولا بالقبور ولا بالاولياء ولا بالصالحين، حتى فعلا نتطابق مع القران الكريم. ونحن احوج ما نكون الى هذا، ولكن الظاهره موجوده والمشكله موجوده بالمجتمع، الفقر موجود، ناس ما عندهم فلوس حتى يكونوا يعالجون عند الاطباء، او عندهم جهل ثقافي، جهل ديني، يعني عندهم اميه دينيه. واذا كان عندنا الحوزه العلميه مالتنا ما شاء الله تنقسم الى قسمين، حوزه علميه حقيقيه وحوزه اميه. حوزه اميه هي تبث هذه الاشاعات والخرافات والاساطير، وتشرك بالله تعالى علنا جهارا، وتدعو الناس الى الشرك بالله تعالى. ماذا نفعل؟ يجب ان نقوم بثوره ثقافيه، ثوره علميه، حتى ندعو الى توحيد الله تعالى، والى عباده الله، والى الاستعانه بالله والاستغاثه بالله. ما نستغيث باي واحد، ما نستعين باي واحد. في الامور الظاهريه الماديه نعم نستعين بالاطباء، نستعين بالمهندسين، نستعين باي شيء، هذا طبيعي. ولكن واحد ميت ورايح وانت تجي تقول له تعال تحاكيه بقبره حتى يداويك، حتى يشافيك، حتى يعطيك فلوس، حتى يعطيك مريح لمشكلتك، هذا البير الموجود في نجد جمكران او البيرين صاروا ما ادري 3 4، فهذا كلام مو صحيح، كلام بعيد عن الحق، بعيد عن مذهب اهل البيت. مو كل خرافة وكل أسطورة يجب أن نصدقها نعتبرها من مذهب أهل البيت أو من الإسلام أو جائز. يجب أن نعود إلى الله تعالى وإلى الإسلام الصحيح وإلى مذهب أهل البيت السليم والصحيح، وإلى المعالجات العقلية، المعالجات يعني المعقولة الطبيعية. من لجأ إلى ذاك المتقي بهجت عنده صيدلية كاملة من تربة من الإمام حسين وماء زمزم، كل الأمراض، كل المشاكل، كل القضايا الاجتماعية، كل الكذا يعالجها بالطريقة هذه. هذا نوع من الدجل، يصير من الدجل أو الإيهام، إيهام الناس بهالمسائل، أن أخذ هذا المي حبة من تراب قبر الحسين وخلطة بماء زمزم وأشربه، وإذا أنت ما شربته أطيل ابنك يشربه، إذا واحد مجنون أنت اشرب منه ذاك يطيب. شيء غريب، عندنا حلقة خاصة عن هذا الموضوع قدمناها قبل عدة أشهر، أن هذا يصير دجل. يعني أنت ألغيت كل ما تحتاج أي مستشفى، أي صيدلية، أي دواء، أي معمل أدوية، أنت جيب لك هذا مي زمزم وتربة أم حسين وعالج كل الأمراض. فمو صحيح هذا،
هذا مو من الإسلام، هاي الخرائط الناس يضحكون عليهم، الناس يكفرون بالله، يكفرون بالأئمة، يكفرون بالإسلام، لما نبث هالثقافة الخرافية الأسطورية باسم شيء أخو أحد وزاهد وعابد مدنج رأسه دائما وكذا، ويطيك هالشي أشياء سوالف يعني غير معقولة، فأنت شو تسوي؟ الناس علم يعني وسائل حديثة، هل يمكن مثلا الصواريخ أو الطائرات احنا نعالجها بالدعاء نوقع الطيارة؟ لو نجيب صواريخ وقع الطيارة، الأجهزة العسكرية الحرب في كل مسائل عسكرية يدرسوها علمية وصناعية متقدمة، فكذلك أمراضنا ومشاكلنا لازم احنا مو نعالجها بالشعوذة والخرافات والأساطير والدجل، لازم نعتمد على الله تعالى، الله ينصرنا، الله ينصرنا، وأي معركة إنسان مؤمن الله ينصر، الله ينصر، ولكن في مسائل أخرى الحياة يجب أن نعتمد على العلم في معالجة الأمور وحل المشاكل، وما نعتمد على الوسائل الفقيرة والجاهلة والأمية، وإن شاء الله تحدث ثورة ثقافية وفكرية في الحوزة العلمية حتى تتخلى من الأمية التي ضربتها، وبالتالي تؤدي دورها بشكل أفضل، تدعو إلى الإسلام، تدعو إلى الحق، تدعو إلى أهل البيت بشكل سليم حتى لا تنفر الناس من الإسلام والمسلمين.